بتذكر انه هيدا الفيديو بلش بالصيفية حينتهي معكم بالشتاء. هيدا البيت كامل، نحن اللي ضبطنا كل هيدي الامور، نسقناها. تخيلوا هيك استلمنا البيت، هيك كان منظر البيت، الدهان بالارض. طبعا هيدا كله بكون من بعد الاشياء اللي بكونوا عاملينها بالشغل. هيدا المطبخ قبل ما نبلش نظبط فيه. هوني كانت مرحلة انه نشيل الدهان عن الارض. هيدا كله طبيعي اكيد من بعد الدهان. هن الشقة مرتبة ومهتمين فيها، وشوفوا مين ليش كانت عاملة. واكيد الاكل كان عم بكون جاهز. اليوم الثاني على التوالي ما نرجع نخلص البيت. كتير هلكان. ميلا ميلا مامي شو الاخبار؟ ميلا كانت عم تشرب جوس ميلك شيك على شوكولا، فعتلت حالها. ليكي ميلا اليوم بدك تشتغلي معي صح؟ بدك تشتغلي معي اليوم صح؟ ما رح تعذبيني، بدك تشتري معي البيت. امبارح شلنا كل الدهان اللي كان بالارض، بباقي الدهان من بعد ما يدهنوا. جربنا هيك شو كسرة العصاية، جربنا هيك نخلص على السريع. اكيد اليوم we'll do it again. بس شوفوا يعني تقريبا صار انه هيك بس بده شطف. بتساعدني ميلا انه ليف البواب منيح. تفضلي ليف. يلا ايه يلا ليفي للشوف، ليفي منيح. يه حلوة وقت الطعام. شوفوا ماما شو محضرت لنا. اي كان اي كان صراحة العشاء اللي عايشين فيها وصلوا الأغراض. اوكي نقلتهم على البيت بس بعد ما حطيناهم محلهم. فهلا اجيت، صار كم يوم ما جيت، كنت عم جيب باقي الأغراض. هلا اجيت كرمال لازم بلش رتب، لانه بعد يومين بالضبط بيوصل العفش، وكمان عم يظبطوا لي المطبخ. اوكي عم نعمل ديزاين حلو بالمطبخ كرمال التصوير. خليني افرجيكم العجقة. هاي هاي المرحلة الأصعب. هلا بلش انقل الأغراض الكبيرة، اكيد مش انا حنقلهم، بلش انقلهم. بشوفه رتب المطبخ. وهلا غسالة يا ربي، اكيد رح احطها على البرندا. بس ليكو بعد بقى في غبرة وهيك بعد ما خلصنا، فرح احطها على البرندا. ميلا ميلا هاي. جوع كتير 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 جوع، وهلا صار لازم ناكل لانه كتير جعنا. ستوب وركينج. هيدا المطبخ. هلا بدنا يجوا جاي النجار. هيدي خلص الارض هيك صارت كتير نظيفه، يعني اللاست كليننج اذا بدكم. وهلا جاي النجار. هلا شو بدكم بهالكراكيب اللي على المجلى؟ هلا جاي النجار يحط لي هيدي اللي بدها تكون بنص المطبخ. انا هون ناوي اعمل رفوف للقهوه، وما عندي محل احط الميكروويف ولا الاير فراير، فمضطره اني اعمل رفوف. واوريدي انا بحب هيدا الستيل بالمطبخ. هيك مبدئيا بعد ما خلصت هون عشان بس اقعد ميلا تصور معي. لبقناها تقريبا على لون الخشب تبع المطبخ. شوي افتح. اوكي ميلا نايمة وانا طالعة راكد على الدرج. راكد كتير شوب. اليوم وصل العفش فاينلي. صار 3 ايام من اجل، كتير اجلوا فينا. فاليوم وصل العفش والحين وقت التركيب. عم ركب رفوف المطبخ الباقيين، عملت كورنر للقهوة ورف كرمال حط عليه بعض الاشياء، وهيك جبت اشياء خصم بالحبوب وهيك فرجيكم اياهم بس تصيروا جاهزين. وكمان رف لانه ما عندي مكان لا للميكروويف ولا للاير فراير، والاير فراير كثير مهم عندي بالبيت، فجبت لهم كمان هدول رف.
عم صور لكم بالليل، فهيدا فلاش هيك مبدئيا، بس بعد ما خلصنا اكيد ما بقدر كتير صور، يعني بتعرفي التسنين بيجي بالوقت الغلط. هيك الغرفة هيك محطوطة مع الفرشة، بس بعد ما عملنا شيء كتير اشياء مش ضابطة، بعيدا عن انه انا مريضة سممت، صرلي يومين كتير تعبانة، كتير تأخرنا بالبيت، كتير تأخرت لأخلص صراحة، بس في كتير اشياء مش ضابطة. خبركم شو صار. كنت عم بفتح الكنبيات فلقيتهم منسلين وطالع منهم البراغي، فرح بدلهم، والفكرة انه ما لقيت اللون تقريبا هو ذاته. ونحن لكل كوموندينات كيف عاملينهم لون رمادي وهيك، انه منسقينهم على طقم الكنبيات، فاضطرينا انه نبدل كل شيء، كل شيء بدلنا، حتى طاولة السفرة حتتبدل. بعدني ما مخلصة شيء، شوفوا كيف العجقة. وهيدول الكراسي اوريدي هن ملخبطين بالالوان فحنبدلهم، بدلنا كل شيء كل شيء، ما بخبركم يعني ما في شيء بقى على حاله. هلا مفروض حيوصلوا هالكم يوم، فقلبنا من رمادي لبلون سال، هلا بس يوصلوا بخب فرجيكم اياهم. وعندكم هون الست ميلانا، هاي. عندكم هون الست شيماء، اكيد عم بتساعدني شي هيلب مي. وهون فرجيتكم، هلا كنا عم نجلي وعم ننشف، بس بعد كتير عاجقة يعني، ومش عارفة شو بدي احط باخر رف، بعدني ما قررت، بس انه شوفوا قديش سو كيوت سو سيمبل طلعوا، كتير حبيت صراحة. وبعد في مجات لقلنا بغرفة شيماء فأكيد حنجيبهم. ما بعرف وين وصلت معكم بالفيديو، بس بتذكر انه هيدا الفيديو بلش بالصيفية حينتهي معكم بالشتاء. هلا ثاقبت انه صارت احداث فلسطين، كرمال هيك ما رجعت كملت لكم فيديو البيت، هلا رح كمل فيديو البيت كامل من بعد ما شفتوا الاحداث معي، او اذا بدكم الستابس يلي صورت لكم اياه هون. ميلا عم تشرب عصير. بعد في اشياء ناقصة اكيد، دايما البيت بدل فيه اشياء ناقصة يعني، بس رح فرجيكم الوضع الحالي، لانه كتير طلبتوا مني انه بليز امونا فرجينا البيت، خلينا نشوف شو صار وكذا وشو عملت وكيف صار البيت. فانا رح اعملكم برمي سريعة فرجيكم كيف صار الوضع هلا مبدئيا، بس برجع بقولكم بعد في كتير اشياء ناقصة رح كملها بس على مهلة، اوكي؟ حتى انه المطبخ كله حغيره، حعمل شيء مهضوم هلا بالشتويه، برجع فرجيكم هي ليتر، بس انه هلا رح فرجيكم شو عملت وكيف الوضع. ما قلت لكم يعني الفيديو بلش بالصيفيه وعم ننهي بالشتويه، عم بعملكم الفاينل اللي له بالشتويه، لدرجه انه فرشت السجاد يعني، هيدا ستيل الصالون اللي انا بحبه، تمام؟ فهيك حطينا شويه اشياء، هيك شوية اكسسوارز، اوكي شي على السريع. ميلا امبارح جابت لي اللابتوب لهون فحطيته فوق، اوكي. وفي حدا هون عم يلعب. وبنفس المكان انا حاطة السفرة، اوكي هيدي السفرة وهيدي مثل اللي بتجي مع السفرة، تمام. وكل الاشياء اللي على السفره اللي هونيك كزينه كلهم انه انا عملتهم، انا جايبتهم ومسويتهم يعني ملبقتهم، ما في شيء اجى مع شيء. هيدي السجاده هونيك تبعت الارجيله كرمال بس نحط اشياء فما تحترق، السجاده الاساسيه مثل هيدي بحطوها هيك كرمال الارجيله. فمبدئيا هيدا الصالون حتى البراده لبقناه هون على الستيل الصالون، انا بحب كتير هيدا اللون، هاي الالوان الرايقه يعني. ما برمته ميلا في الاغراض بالبيت، هلا خلينا نفوت على المطبخ. في نواقص ما تشوفوا الجليات، هدول جالي طبخة اليوم، كنت عامله رز على الدجاج. فهون هاي البرندة يعني هي مخصصة للمطبخ، اوكي، فهيك مثل كانه مكركبة بتضل عليها، فيها الجلاية وفيها الغسالة، بس ما جبت نشافة لأنه مش كتير الكهرباء مساعدة، فإنه اتس اوكي. هدول الرفوف انتو تابعتوني كيف على كيف زبطناه هون، نسقنا كل شيء، حتى الرف اللي فوق بعده مش خالص لأنه بعد ما رتبته على الآخر، بعد ناقصنا أشياء يعني لما يكملوا، يعني هو عملته للمجات والأشياء هيك الكبيرة شوي إزاز، بس إنه بعد ناقصنا أشياء بعد ما خلصتها. عندكم هون القهوة، هيدا رف القهوة،
طبعا كان في ثلاثة من هيدي الركوة اللي هي ضد النار بس انكسروا، كسروا اثنين. وفي ركاوي بالجلاية هونيك، بس انا شوفه كتير مهضوم كتير مرتب، انا كتير حبته. عنا هون ستاند البهارات، وهيدول العلب اللي كتير بيرتبوا وكتير بيعطوا شكل حلو. تمام، وعملت هيدول الرفين للميكروويف والاير فراير، وبس هيدي الطاولة يعني شي سمبل. حتى هيدي الطاولة ما كانت موجودة، انا عملتها نسقتها عند النجار، تقريبا المطبخ كان فاضي شفته، انا اللي سويته. وفي من جوا مكان انا نحط فيه غراض فحطها طناجر وهيك، وبعد بدي سكرها من جوا يعني بعدني ما سكرتها. فذاتس ات، هيدا المطبخ. خليني اخذكم على غرفة النوم، حتى السجاد قسمته بهالطريقة حسيت يعني كتير احلى. هلا دور غرفة النوم. قبل ما تسألوني هذا المفرش من وين اخذته، من عند البروج، البروج بالحارة. تمام، كتير حلو، كتير ناعم، كتير كتير مش شوي، كتير مبسوطة فيه انا وميلا لانه برد وهيك كتير بيدفي. وهيك بتكون الخزانة على هيدي الجهة، طبعا بوجه التخت. يعني هيدي غرفتي، وهلا حننتقل على غرفة ميلا. ليتس جو غرفة ميلا القنبلة. خلينا بس ندوى ضو، عم بيطلع خيالي. لهلا لا قدرت صور فبالليل ومش كتير الإضاءة مساعدة. هيدي غرفة ميلا. تمام، ما فيها بلا دباديبة. اوكي، هلا انتو اللي شاف قبل على الستوري عندي على انستغرام بيعرف انه انا حكيت انه الغرفة من عند بيرلا هوم، هن عندهم فرع ببيروت وانا اخدتها، وعندهم فرع بجية تقريبا او جدرة، انا اخدتها من فرع جدرة اللي هو حد الموسوي، حد شركة الموسوي. تمام، هيدي الخزانة، تخت، التخت بيجي معه تخت من تحت كمان بينفتح، بس مش فرشة لي فرشة. اوكي، ومبدئيا ميلا بعدها مش كتير بتنام بغرفتها، فلذلك بعدني يعني مطولة بالي عليها. وهي دولي انا هون عم حط لها العابة، وانا بس عبالي فرجيكن هيدا البردية قد مهضومة وحلوة. كمان اخدتها من عند البروج، اذا بدكن هاي كانت جيفت لميلا لانه بتابعوها وكتير بحبوها، سو كيوت. تمام، وبالعكس بتسكروها. هيدا البيت كامل، نحن اللي زبطنا كل هيدي الامور، نسقناها. يعني كيف اذا بدكم يعني هيدا الستيل اللي انا بحبه، هيدا الستيل اللي انا بيعجبني. وبس اذا حبيت الفيديو اول مره بتفوتوا على القناه، تفوتوا تشوفوا باقي الفيديو تبعولي انا وميلا، وما تنسوا تعملونا لايك وسبسكرايب للقناه. بنشوفكم بفيديو تاني. باي باي منكوشي، باي. ميلا ما كانت عم تصور معي، كانت عم تلعب وخبصة خبصة، فخلينا نشوف شو الخبصة اللي خبصيتها. قولي لهم بايلن لنظبط الخبصة.